نسير لا ندري، نسير لا ندري إلى أين بثأرنا، لكننا نسير. نسير لا ندري إلى أين بثأرنا، لكننا نسير. نرتل الشعار والجموع خلفنا، في قرية، في مسجد، في مأتم، أو في سفارة بها، أو في سفارة لعينة بها سفير، أو قرب شارع به سعادة الوزير، فكل ما يهمنا بأننا نسير. فيطمعون جمعنا، ويخفتون صوتنا، ويستباح حقنا، فيهزل الشيخ بنا، ويحبط الصغير، لكننا نسير. أحلامنا أن لا نرى في السجن من أسير، أحلامنا أن يشبع الجائع والفقير، أن لا نرى أولادنا سقفا، أن لا ترى أولادنا سقفا من الهبات قد يطير، أن نهجر الحصير، أن يرحل الحقير عن بلادنا لأنه حقير، ونلبس الحرير، فإن تحققت لنا والله لن نسير. عشنا بموطن لنا يحدد الممات، نجتث عن مسارنا ونسعى مستبات، بموطن ذلت به الفتيان والبنات. أهكذا الحياة؟ أهكذا نسلخ ظلما وسط الظلام، لأننا قلنا كلاما يجرح النظام، فيسلب المنام وتذبح الأنام، ويمنع الكلام ويبدأ الخصام، ويمنع الشعب بأن يخرج للمسير. فننظم الشعر، فننظم الشعر وفي عنواننا الصمود، وننشد الألحان باليأس وبالبرود، ونزعم النصر بوهم ما له حدود، لنكسر الجمود. نظن أننا أمة، نظن أننا أمة مشهورة الخلود، نقول لا للذلة الحقة لا قيود، وقولنا كعاشق هاجر من أحبها وخانها، فربما يطيل هجرا أو لها يعود. وهكذا نسير، ننام دهرا ثم نصحو من جديد، نصحو لساعات ونمضي ولهم نعيد، بقالب جديد، بخطبة أو قلم يعظم القصيد، نكرر النشيد ونذكر الشهيد، ونفعل الأفعال كي لا نستوي عبيد، بقالب جديد فيحرق الإطار، ونعلن القرار، وننشد الشعار في الليل والنهار، نعيدها والشعب في أقواله يعيد، يريد ما يريد. الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام. نرى الحسين مثلنا بالدم والوريد، وننظر القاتل في أعماقنا يزيد، ثم ننادي للملا بصحوة الضمير، وعزمنا فقير لا يملك الكثير، وهكذا نمضي فلا نملك شيئا غير أن نسير. بموكب، بندوة، بساحة، بقرية، بمسجد، بمأتم، أو في سفارة لعينة بها سفير، أو قرب شارع به سعادة الوزير، فكل ما يهمنا بأننا نسير. نسير لا ندري إلى أين بثأرنا، لكننا نسير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.